بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، قال الناظم رحمه الله: بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. قوله: وكلامه هو غيره، أي أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات، لأن كلامه غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وقوله: وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد، إلى آخره، أي أن الجهمية ينكرون الخلة والمحبة، وإنما يثبتون الخلة بمعنى الفقر والحاجة. فهم ينكرون أن الله سبحانه يحب أو يحب، أي فكل فقير لله فهو خليله بهذا المعنى. ولهذا ألزمهم الناظم بهذا الإلزام، أي أن الناس كلهم فقراء إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فيلزم على قول الجهمية أن جميع الخلق أخلاء الله، حتى عابد الأوثان والأصنام. قوله: كلا ولا وصف يقوم به، إلى آخره، أي أن الباري تعالى وتقدس عندهم لا يوصف إلا بأنه الوجود المطلق، والوجود المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. كذا والوجود المطلق بدون واو ولا عندك واو؟ عندي واو، أحسن الله منك. بأنه الوجود المطلق، والوجود المطلق وإنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. لعل حذفها أولى. أحسن الله منك. لا يوصف إلا بأنه الوجود المطلق، والوجود المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. أحسن الله إليك. والوجود المطلق وإنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. نعم، الوجود المطلق. وش معنى مطلق؟ يعني مطلق عن قيد الأسماء والصفات، يعني لم يقيد باسم ولا صفة، هذا لا كله في الذهن كما سبق. الذي ليس له اسم ولا صفة ليس له وجود في الخارج، ما يمكن تراه وتسمع به أو تلمسه أو تدعه شيء في الخارج له ليس له اسم ولا صفة، لكن تخيل في الذهن، وجود في الذهن، ولا والذهن يتخيل المعدوم، أليس كذلك؟ يعني الذهن يتخيل الشيء المعدوم، لكن في الخارج ما في شيء في الخارج إلا متصف بالصفات وله أسماء. هذا معنى قوله، قال يعني الباري عندهم لا يوصف إلا بأنه الوجود المطلق. وجود المطلق يعني مطلق عن قيود الأسماء والصفات. قال: والوجود المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان لا في الخارج. في الخارج ما في شيء بدون أسماء وصفات. واضح هذا؟ نعم. نعم، صلى الله عليك. قوله: وحياته هي نفسه، أي أن الصفات ترجع إلى مجرد الذات المقدسة، فهذا حال الجهمية الأولين، وهم الجهمية الذكور، كذا صلى الله عليك. نعم، الذكور. وأما الجهمية المتأخرون الذين سماهم شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين الجهمية الإناث، فقد قال شيخ الإسلام المذكور في كتابه ذم الكلام: باب في ذكر كلام الأشعرية. ولما نظر المبرزون من علماء هذه الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة، ولم تقف منهم إلا على التعطيل البحت، وأن قطب مذهبهم ومنتهى عقيدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم، أن الفلك دوار والسماء خالية، وأن قولهم إنه تعالى في كل موضع،
وفي كل شيء، ما استثنوا جوف كلب ولا خنزير ولا حشا، فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق. وإن قولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة. ثم قالوا لا حياة له، ثم قالوا لا شيء، فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء. حاولوا حول مقال رؤساء الزنادقة القدماء، إذ قالوا الباري لا صفة ولا لا صفة، يعني ينفون النفي وينفون الإثبات. لا عليم ولا ليس بعليم، لا حليم ولا ليس بحليم، لا رحيم، يعني ينفون الإثبات بزعم حتى لا يشابه الموجودات، وينفون النفي حتى لا يشابه المعدومات. يعني هم فروا من التشبيه. فلما قيل لهم إنكم إذا نفيتم يعني الموجودة الصور الموجودات وقعتم في التشبيه المعدوم، قالوا ننفي 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 حتى لا نقع في التشبيه المعدوم. فقيل لهم إذا نفيتم النفي وقعتم في التشبيه الممتنعات، مستحيل، والتشبيه المستحيل أقبح من التشبيه المعدوم. ما في حيلة، ليس هناك إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى الإثبات، إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله رسوله. ونقول إن الله تعالى لا يمثل المخلوقات، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء، كما قال الله سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلا ما دام في النفي الآن، كل ما تدرج في النفي زاد أو غلو في الإثم والغلو. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. إذ قالوا الباري لا صفة ولا لا صفة، خافوا على قلوب ضعف المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم، إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنانا به منهم. يعني خائفين من أن القتل، ولا لولا ذلك لما تكلموا بكتاب السنة، يخشون من قتل أمراء لهم. لا. الله إليك. وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة، فأفصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكثهم، فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء وألسن العلماء وهجران الدهماء، قد شحنت كتب تكفير الجهمية مقالات علماء الإسلام فيهم، فقد شحنت كتب تكفير الجهمية من مقالات علماء الإسلام فيهم، ودأب الخلفاء فيهم، ودق عامة أهل السنة عليهم، وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة، يعني ملة الإسلام. ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة، إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم، ويصفوا كلامهم وصفا يكون ألوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أولهم، ليجدوا بذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة. فجاءت مخاريق تراءى للغبي بغير ما في الحشايا، ينظر الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة، أو يكسي لحاء السنة. صلى الله عليه. وعقد الجهمية ينحل ألقاب أو ينحل، يعني وعقد يعني اعتقاد الجهمية، وعقد الجهمية أحسن الله عمل ينحل ألقاب الحكمة، وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة. ويردون على اليهود قولهم يد الله مغلولة فينكرون الغل وينكرون اليد، فيكونون أسوأ حالا من اليهود، لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب، واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب، وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب. ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه، فيقولون لا يكون في المخلوق غير المخلوق، فيبطلون القرآن. فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم خيط السحارة، فاسمعوا يا أولي الألباب وانظروا ما فضل قبل خيط السحارة. كيف يردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه، فيقول لا يكون في المخلوق غير المخلوق، يقول فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم خيط السحارة. شفت على التعليق خيط السحارة، صلى الله عليه. خيط السحارة شيء يلعب به الصبيان، إذا مد من جانب خرج على لون، وإذا مد من جانب آخر خرج على لون مخالف.
ومنه قول الشافعي فيما خرجه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي: ما أشبه أصحاب الرأي بخيط السحارة، تمده هكذا فيجيء أصفر وتمده هكذا فيجيء أخضر. طيب، كيف كلامهم يردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه؟ يقولون لا يكون في المخلوق غير المخلوق، يعني النصارى يقول المسيح ابن الله، ها، وعيسى مخلوق، أو عيسى خرج من مخلوق، فلا يكون في المخلوق إيش؟ لا يكون في المخلوق غير المخلوق، يعني هذا من جهة لهم لون ولهم لون. فيبطلون فلا يخفى أن كلام أولهم وكلام آخرهم بخيط السحر، هذا لون وهذا لون، هذا مقصد اسم بخيط السحر، يعني ظاهره نقول لا يكون في المخلوق المخلوق، الرد على النصارى القائل بأن عيسى ابن الله، هذا لون، لكن من لون جهة أخرى أنكروا صفات الله. أحسن عليكم، في الحاشية الأولى قال: فقد شحنت كتب تكفير الجهمية، ذكروا في الحاشية ما في في بعض النسخ كتاب بدل كتب. فقد أي حاشية؟ حاشية رقم واحد الأولى بدل كتب، ذكروا أنه في بعض النسخ كتاب. حاشية 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 صفحة كم؟ 69 أحسن الله يكون 269 رقم واحد. نعم، ذكروا أنه في بعض النسخ كتاب، كذلك هو في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية كتاب، وهذا الكلام للهروي أحسن عليكم، وقد ذكر أن له كتاب اسمه كتاب تكفير الجهمية. نعم له الهروي. وش كيف؟ هذا الكلام منقول من الهروي في ذم الكلام أحسن عليكم. عين خيط السحارة. الكلام هذا كله من صفحة 67، من آخر صفحة 67. يعني كلام الشارح علي؟ كلام الشارح؟ نعم أحسن الله، نقلا عن شيخ الإسلام الهروي في ذم الكلام. نعم الهروي شرح كتابها ابن القيم في دارج السالكين. هو له منازل السائرين، يعني هذا عنده كتاب اسمه كتاب تكفير الجهمية، فلعل هنا قد شحنت كتاب تكفير الجهمية. من مقالات علماء الإسلام. وشحنته وين فيها؟ ايه الصفحه الثانيه يعلق عليه في الحاشيه الاولى. ايه نعم، فيا طول ايش ما لقوا في ايديهم من سيوف الخلفاء واسم العلماء وهجران الدهماء قد شحنته. يعني يقصد احسن الله عملك ان له كتابا اسمه تكفير الجهميه، ايه الهروي، وانه شحنه بمقالات علماء الاسلام. والتصميم هو مناسب لسياق الكلام، قد شحنته، يعني هو يقول شحنته أو شحنت كتب تكفير الجهمية، شحنته يقولها، يعني هو عن نفسه كتب، ها؟ ذكر أن عنده كتاب اسمه كتاب تكفير الجهمية. ما يخالف، بس العبارة تتمشى، شحنته كتب، هو شحن كتب تكفير الجهمية. كتاب قل في بعض النسخ كتاب. كتاب هي بدأ كتب في الحاشية، شحنته كتاب تكفير. نعم تكفير، نعم ذكر الحاشية التصويب من الفتاوى، فقد شحنته كتاب. نعم كيف تكفير الجهمية، نعم يعني من كلام الهروي هذا. نعم فقد شحنته ايش؟ نعم نعيد من قال فقد شحنته، صلى الله عليه، فقد شحنته كتاب تكفير الجهمية مقالات علماء الإسلام فيهم. من مقالات علماء الإسلام فيهم، ودأب الخلفاء فيهم، ودق عامة أهل السنة عليهم، وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة. يعني انتهى ولا كلام؟ لا، ثقلت عليهم الوحشة. احتمل كل هذا من كلام، احتمل هذا كله مأخوذ من كلام الهروي. نعم صلى الله عليه. ثقلت عليهم الوحشة. نعم، سيشير إلى أنه انتهى في آخر 73. طيب، ثقلت عليهم الوحشة. طيب، صلى الله عليك. ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الدلة، وعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم، ويصفوا كلامهم وصفا يكون ألوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أولهم،
ليجدوا بذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة، فجاءت مخاريقه تراءى للغبي بغير ما في الحشايا، ينظر الناظر الفاهم في جذرها فيرى مق الفلسفة يكسي لحاء السنة، وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة، ويردون على اليهود قولهم يد الله مغلولة، فينكرون الغل وينكرون اليد، فيكونون أسوأ حالا من اليهود، لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب، واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب، وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب، ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه، فيقولون لا يكون في المخلوق غير المخلوق، فيبطلون القرآن، فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم خيط السحارة، فاسمعوا يا أولي الألباب. يعني له لون مثل ما يأتي بلون تلون من خيط السحارة، إذا تمده هكذا فيجي لون، وتمده هكذا فيجي لون آخر. يعني اختلاف كلام أوليهم عن آخريهم. يعني كلام يعني وظاهر كل مخلوق في مخلوق إنه هذا صحيح، هذا رد على النصارى، لكن يردون عليهم من هذا الجانب ويوافقونهم بالجانب الآخر. صلى الله عليك. فاسمعوا يا أولي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك. أولئك قالوا قبح الله مقالتهم، إن الله موجود بكل مكان، وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين. وقد قال المبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم أين الله، وقالوا هو من فوق كما هو من تحت لا يدرى أين هو. فاسمعوا يا أولي الألباب انظروا ما فضل هؤلاء على أولئك. أولئك قالوا قبح الله مقالتهم، إن الله موجود بكل مكان. هذا الحلولية، قالوا الله حاله في كل مكان. والثاني النفاة، طائفة هذه الطائفة الأولى الجهمية قالوا في كل مكان، جهمية الحلولية. والطائفة الثانية النفاة، نفاة النقيضين، قالوا ليس هو في مكان ولا يوصف بعينة. نعم. صلى الله عليك. وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بعينة. وقد قال المبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم أين الله، وقالوا هو من فوق كما هو من تحت لا يدرى أينه ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء وليس هو في الأرض، وأنكروا الجهة والحد. وقال أولئك ليس له كلام إنما خلق كلاما، وهؤلاء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم لم ينقطع الكلام، ولا يوجد كلامه في موضع، ليس هو به ليس هو به، ثم يقولون ليس هو في مكان، ثم قالوا ليس هو صوت ولا حروف، وقالوا هذا زاج وورق، وهذا صوف وخشب، وهذا إنما قصد به النقش وأريد به النقر، وهذا صوت القارئ، أما ترى أن منه حسنا ومنه قبيحا، وهذا لفظه، أما تراه يجازي به، حتى قال رأس من رؤوسهم، أو يكون قرآن من لبد، وقال آخر من خشب، فراغوا فقالوا هذا حكاية عبر بها عن القرآن، والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة، وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود، لفظته الجهمية الذكور بمرة، والأشعرية الإناث بعشر مرات، وأولئك قالوا لا صفة، وهؤلاء يقولون وجه كما يقال وجه النهار، وجه الأمر، ووجه الحديث، وعين كعين المتاع، وسمع كأذن الجدار، وبصر كما يقال جدار هما يتراءيان، ويد كيد المنة والعطية، والأصابع كقولهم خراسان بين أصبعي الأمير، والقدمان كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي، والقبضة كما قيل فلان في قبضتي، أي أنا أملك أمره، وقالوا الكرسي العلم، والعرش الملك، والضحك الرضا، والاستواء الاستيلاء، والنزول القبول، والهرولة مثله، فشبهوا من وجه، وأنكروا من وجه، وخالفوا السلف، وتعدوا الظاهر، وردوا الأصل، ولم يثبتوا شيئا، ولم يبقوا موجودا، ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة، فقالوا لا نفسرها، نجريها عربية كما وردت، وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة، أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا وأعيا ذهابا منهم، ليكونوا أوحش عند ذكرها،
وأشمس عند سماعها وكذبوا، بل التفسير أن يقال وجه ثم يقال كيف، وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. فأما العبارة فقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلول. هذه العبارة مقالة الشعرية، عبارة عبارة عن كلام الله، والكلبي قالوا حكاية. فأما الله عملك. فأما العبارة فقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وإنما قالوا هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية. وكان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته، فيعبر بالألسنة عنها، ويكتب إليه بالسريانية فيعبر له زيد، ويكتب له ويكتب إليه بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية. والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب ويحلف بها ويحلف بها فيلزم، وينشد فيجار، ويوصف فيعرف. ثم يعني قالوا الشاعرة يقول عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة، وغيرهم يقول حكاية، يقول عبارة عن كلام الله، يقول الكلام معنى قائم بنفس الرب، لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف صوت، لكنه في نفسه معنى واحد. والكلابي يقول أربعة معاني: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربعة معاني في نفسه، أربعة معاني. والشاعر يقول معنى واحد لا يتعدد ولا تبعض، فهو معنى في نفسه، لكن إن عبرت عنه بالقرآنية فهو القرآن، وإن عبرت بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالعبرية فهو التوراة، وهو واحد موصوف بالصفات. كما أنك أنت الآن موصوف بالصفات، إن نسبتك إلى أبنائك أنت أب، وإن نسبتك إلى آبائك فأنت ابن، وإن نسبتك إلى أبناء أخيك فأنت عم، وإن نسبتك إلى أبناء أخواتك فأنت خال، وأنت واحد. هذا قول الشاعرة، يقول وهم كلهم جهمية، يسمون جهمية الشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية المحضة. هذا معنى قوله: وإنما قالوا هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية، وكان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية في أسماء الله وصفاته، فيعبر عنها بالألسنة عنها، ويكتب إليه بالسرية، ويكتب إليه بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت بالعربية. والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب ويحلف بها فيلزم شد فيجار ويوصف فيعرف. نعم. ثم قالوا صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: ليس ذات الرسول بحية. وقالوا: ما هو بعدما مات بمبلغ؟ فيلزم به الحجة. ليش؟ لأنهم قالوا إن الروح عرض، صلى الله عليه وسلم، عرض خلاص، فعزمه السنة بانتفاء الرسول الرسالة بعد موته، يعزمك أن الرسالة تنتفي بعد موت النبي. قال: الروح عرض خلاص انتهت، ذات الرسول ليست حية لأن الروح عرض. وقالوا: ما هو بعد ما مات بمبلغ؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيلزم به الحجة. فسقط من أقاويلهم ثلاثة أشياء: أن ليس في السماء رب، ولا في الروضة رسول، ولا في الأرض كتاب. أعوذ بالله. خلاص، يعني هذا أنواع الشر وأنواع الكفر، أنكر الرب وأنكر القرآن وأنكر الرسول. فسقط من أقاويلهم ثلاثة أشياء: أن ليس في السماء رب، ولا في الروضة رسول، ولا في الأرض كتاب، كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليهم وإن كانوا موهوها ورووا عنها واستوحشوا من تصريحها فإن حقائقها لازمة لهم، وأبطلوا التقليد، فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين، وأوجبوا النظر في الكلام، واضطروا إليه بزعمهم، فكفروا السلف، وسموا الإثبات تشبيها، فعابوا القرآن، وضللوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد ترى منهم رجلا ورعا نولا للشريعة معظما، ولا للقرآن محترما، ولا للحديث موقرا،
سلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد وقار الخشوع واستفضلوا الرسول، فانظر إلى أحدهم فلا هو طالب أثره ولا متبع أخباره ولا مناضل عن سنته ولا هو راغب في أسوته، يتقلب بمرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم، لا تنقر لهم عن بطانة إلا خانتك، نولا عن عقيدة إلا رابتك، ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى فتنبو عنهم الأعين وتشمئز منهم القلوب. انتهى. كل هذا منقول من ذم الكلام إسماعيل الهروي أحسن الله منك. نعم. قوله وقوله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري إلى آخره، أي ولأجل إنكار الخلة والكلام، ضحى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم يوم الأضحى. ولهذا قال الناظم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، وهو خالد بن عبد الله القسري بفتح القاف. قال في تهذيب الكمال: خالد بن عبد الله بن يزيد بن كرز بن عامر البجلي القسري أمير مكة للوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك. وقال البخاري: خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني كان بواسط ثم قتل بالكوفة. وقال أبو المليح الرقي قال البخاري يعني في التاريخ الكبير خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني كان بواسط ثم قتل بالكوفة. وقال أبو المليح الرقي: سمعت خالد بن عبد الله يقول على المنبر: قد اجتمع من فيئكم هذا ألفي ألف لم يظلم فيها مسلم ولا معاهد. دب الحليم. وقال عبد الله بن أحمد بن زبر: نعم، ما معنى هذا الكلام؟ قال أبو المليح: سمعت خالد بن عبد الله يقول على المنبر: قد اجتمع من فيئكم هذا ألفي ألف لم يظلم فيها مسلم ولا معاهد. ما شغل هذا من الأثر هنا من مناسبته؟ ها؟ كان في مدح في الثناء عليه يعني، والكلام في سيرته أو شيء من أخباره. أخذ من عبد الله القسري. طيب، سمع من فيه وين؟ سيذكر شيء من أخباره أيضا أحسن. هو سيذكر شيء من أخباره يعني. أخبار من؟ أخبار خالد القسري هذا. نعم، الثناء عليه يعني. يعني قول اجتمع فيكم ألفي ألف لم يظلم فيها مسلم ولا معاهد، ايش مناسبة للصفات؟ استطراد أحسن الله عملك في ذكر سيرته قد يكون. طيب، كما يتضح من الأخبار بعدها أيضا. طيب. وقال عبد الله بن أحمد بن زبر: حدثنا عبد الرحمن محمد بن منصور حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الله بن نوح قال سمعت خالد بن عبد الله يقول: إني لو عشي كل ليلة تمرا وسويقا 36 ألفا. وقال الأصمعي: دخل عربي على خالد بن عبد الله فقال: إني قد أنشدت فيك بيتين. ولست أنشدهما إلا 10,000 وخادم. فقال له خالد: قل. فأنشأ يقول: لزمت نعم حتى كأنك لم تكن سمعت من الأشياء شيئا سوى نعم، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم. فقال خالد: يا غلام 10,000 وخادم. فحملها. قال: ودخل عليه عربي فقال: إني قد قلت فيك شعرا. وأنشأ يقول: أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد، أخالد إن الحمد والأجر حاجتي فأيهما يأتي وأنت عماد. فقال له: سل يا أعرابي. قال: قد جعلت المسألة إلي أصلح الله الأمير 100,000 درهم. فقال: أكثرت يا أعرابي. قال: فأحطك أصلح الله الأمير. قال: نعم. قال: حططتك 70,000. فقال له خالد: يا أعرابي، ما أدري من أي أمريك أعجب. فقال له: إنك لما جعلت المسألة لي سألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك،
فلما سألتني أن أحطك حططتك على قدري وما استأهله. فقال له خالد: والله يا عربي لا تغلبني يا غلام، 100,000 فدفعها إلي. قال خليفة: قتل خالد سنة 26 و100 وهو ابن نحو 60 سنة. انتهى مختصرا. وقد ترجمت وقد تقدمت ترجمة الجهم. وأما الجعد بن درهم من القتل أنا كلام سبق يعني كلام عن خالد. نعم سلام في ترجمته. وأما الجعد بن درهم قال بخلق القرآن هو الذي كان ينسب إليه مروان الجعدي، أصله من حران ويقال إنه من موالي بني مروان وسكن دمشق. قال الحافظ ابن عساكر: وقد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم وزوج ابنته عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله، وأخذ عن الجهد الجهم بن صفوان الجريري وقيل الترمذي، وأقام ببلخ وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده وتناظران حتى نوفي إلى ترمذ، ثم قتل بأصبهان وقيل بمر، وقتله نائبها سلم بن أحوز رحمه الله جزاه عن المسلمين خيرا. وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر. وأما الجعد فإنه قام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه بها الجهم بن صفوان فتقلد عنه هذا القول، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى بالكوفة. وقد روى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وابن أبي حاتم في كتاب السنة، وغير واحد ممن صنف في كتب السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد، أن خالد بن عبد الله القسري خطب الناس في عيد أضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له مروان الجعدي نسبة إليه. وذكره الحافظ بن عساكر في التاريخ. قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له مروان الجعدي نسبة إليه. وذكره الحافظ بن عساكر في التاريخ. وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه، وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول إنه أجمع للعقل، وكان يسأل وهبا عن ماهية الله عز وجل، فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك. القصة المذكرة قصة خلق أفعال العباد. نعم في البداية والنهاية. نقرأ الحاشية صلى الله عليه. يعني عدد كان قصة قتل الجعد، يقول أخرجها عدد من دارمي وأبي حاتم في السنة وزاد بن كثير في البداية والنهاية، والذكائي والبيهقي والخطيب وابن عساكر كل ما أخرج هذه القصة. ذكر المتأخر المزي في تهذيب الكمال، وابن ثبية في المنهاج، والغيب في الصواعق، من العمال في الشطر الذهب، وساقها مساق الاحتجاج بها. قد شكك عدد من الكتاب في صحة القصة مع أن شهرتها تغلي عن إسنادها. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: هذه القصة مشهورة، رواها قتيبة بن سعيد والحسن بن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن أبي سفيان المعمري، وما يدل على صحة الواقعة ما يلي ذكر، يعني لا أحد في المحكمة يشكك في القصة. شو وما إيش وما يدل على صلى الله، وما يدل على صحة أحسن الله منك، وما يدل على صحة الواقعة ما يلي: أولا، أن هذه القصة حدثت في عصر التابعين الذين وقفوا من تلك البدعة موقفا حازما، ولما بلغهم قتل خالد جعدا شكروا ذلك. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: قد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. ثانيا، أن ميمونا ابن مهران وهو من أقران مكحول والحسن والزهري
هو الذي رفع أمر الجعد هشام بن عبد الملك وأعد الشهود الذين شهدوا على جعد بالكفر كما ذكر ذلك البذاذري في أنساب الأشراف. ثالثا أن جعد لما أظهر بدعته وعلم ذلك هشام بن عبد الملك طلبه فهرب فأرسل في أثره حتى ظفر به فسيره إلى خالد القسري ليقتله كما في الكامل لابن الأثير. طيب صلى الله عليك. قال غير واحد من الأئمة كان الجعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان الحمار ولهذا يقال له مروان الجعدي نسبة إليه وذكره الحافظ بن عساكر في التاريخ وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول إنه أجمع للعقل وكان يسأل وهبا عن ماهية الله عز وجل فقال له وهب يوما ويلك يا جعد أنقص المسألة إني لا أظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك وأن له عينا ما قلنا ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الجحيم الآن لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لدى الأذهان. يعني الجهمية عندهم ليس بفاعل جميع عندهم أن الإنسان ليس بفاعل أفعال اختيارية بل أفعاله كلها اضطرارية وعلى هذا ليس له فعل ولا اختيار فيكون الفاعل هو الله يقولون إن العباد وعاء والله صب كصب بما في الوعاء يصب فيهم الأفعال ولهذا قال والعبد عندهم ليس بفاعل يعني بفعل اختيارا بل فعله كتحرك الرجفان تحرك المرتجف هذا ليس باختياره وهبوب الريح كذلك وتحرك النائم ليس له اختيار وتحرك الأشجار الميلان منه بالريح هذه أفعال العباد إذا العبد ليس بفاعل وليس له اختيار على هذا. قال والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الجحيم الآن يعني إن الله يعذبه على ما ليس من أفعاله لكن هذا ما هو بظلم يعذبه على شيء ليس من أفعاله على الحركات التي ليس باختياره وهذا ليس بظلم عندهم لأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه والله تعالى هو مالك المخلوقات فلا يكون التصرف فيها ظلم الظلم مستحيل على الله لا هو الذي لا يدخل تحت القدرة لا يمكن لا يوجد الظلم عندهم واستدلوا بأدلة منها لو عذب الله أهل خلقه وأهل سمته وأهل أرضه عذبه غير ظالمهم ولو رحمه لو كانت رحمته خير لهم إذا الظلم هو مخالفة الآمر أو تصرف مالك في ملكه والله ليس فوقه آمر هو يتصرف في ملكه فإذا عذب هذا الفاعل الذي يفعل بغير اختياره ما يكون ظلما إذا تصرف في ملكه وأما وعلى ذلك لا يوجد الظلم مستحيل لا يوجد وأما أهل السنة فقال الظلم وأما المعتزلة عكسهم قالوا كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فهو يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله شبه الله بخلقه مشبه هذا المذهب الثاني المذهب الأول مذهب الجبرية أن الأفعال العبد ليس له فعل اختيار وأن الأفعال كلها اضطرارية ليس له فعل وإذا عذبه الله لا يكون ظالما لأنه تصرف في ملكه وليس فوقه آمر
قابلهم المعتزلة فقالوا إن كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد فيكون ظلما من الله وقبيحا من فعله. شبه الله بخلق مشبهة فعله، معتزلة في الصفات مشبهة فعله. وأما أهل السنة فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد الأوزار غيره أو ينقصه من ثواب حسناته، هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه، والله قادر عليه لكنه تنزه وحرمه على نفسه كما في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي، وجعلته منكم محرما فلا تظلموا. وما الله يريد ظلما للعباد، ينزه الله عن شيء مستحيل. كيف على قول الجهمية كيف يتنزع عن شيء مستحيل ليس داخلا في قدرته، يحرم على نفسه شيء لا يقدر عليه مستحيل ممتنع، هذا من أبطل الباطل. فيكون الظلم فيه ثلاث مذاهب، الجبرية يقولون لا يوجد ظلم مستحيل لله تعالى يفعل ما يشاء وله أن يبطل حسنات الأنبياء والأبرار وحمله وزار الفجار ولا يكون هذا ظلم إذا تصرف في ملكه. والمعتزلة شبه الله بخلقه، قال ما يكون ظلما من العبد إلا فعله يكون ظلما من الرب لو فعله، الله مثل العبد تعالى الله مشبهة في الأفعال. وأهل السنة أهل الحق قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو ينقص أحد من حسناته، والظلم مقدور له لكن ما تنزه عنه وحرمه على نفسه. لو كان مستحيل قال ومن يعمل من الصلاة وظلم فلا يخاف ظلم، يخاف من شيء مستحيل كيف يخاف؟ وما الله يريد ظلم العباد، الشيء المستحيل يخاف منه فلا يخاف ظلم ولا حظمه. لا ظلم اليوم، هذا يعني خلاص هذه المذاهب الثلاثة في الظلم. هنا قال ذكر المؤلف أن العبد ليس بفاعل وأن أفعال كلها طرادية. قال والظلم عندهم المحال لذاته، أن ينزه عنه ذو السلطان، كيف ينزه عن شيء يعني ليس بمقدرة ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما هذا بمعقول الذهني؟ يعني ينزه عنه عن شيء مستحيل ويكون هذا مدح؟ هذا مع كلام المؤلف. طيب نقرأ الشرح، نقرأ مع هذا نقرأه علشان الأبيات ثم نرجع للشرح الثاني. نعم نقرأ كلام ابن عيسى. نعم صلى الله عليك. قال الشيخ ابن عيسى رحمه الله تعالى أيوة العبد عند الجهمية ليس بفاعل بل هو مجبور على أفعاله. أيوة العبد عند الجهمية ليس بفاعل، نعم، بل هو مجبور على أفعاله، ولذلك قال الناظم بل فعله كتحرك الرجفاني أو تحرك الأشجار عند هبوب الريح. وقوله المحال لذاته وذلك كالجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. نعم هذا الظلم مستحيل لذاته، محال لذاته، غير موجود، غير متصور عند الجبرية، الظلم لا وجود له. ويستدلون بمثل الحديث لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع لهم، وكما جاء في الحديث مثل الجمع بين الضدين يعني، وجعل الجسم الواحد في مكانين. طيب وأما المحال لغيره، نعم، وأما المحال لغيره فهو كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتب وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد وكلفهم ذلك وعلم أن بعضهم لا يؤمن. في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لآخره. وفيه مسألتان، أحدهما في الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه ونفاه عن نفسه لقوله وما ظلمناهم، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله وما أنا بظلام للعبيد، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة،
فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما ثلاث مذاهب كما ذكرنا وخيار الأمور أوساطها، وذلك بسبب البحث ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه. فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، وغلاتهم المكذبون بتقدم يعني يرون أن الأمر والقدر واحد، أمر ما قدره فقد رضيه وأمر به، ما يفرق بين الشرع وبين القدر. قالوا يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون. نعم، صلى الله عليك. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم من هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه. هذا الطائفة الثانية، الظلم من الله هو نظير الظلم من الآدميين. نعم، وشبهوه صلى الله عليك، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال عباده حتى كانوا ممثلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي. نعم، ولاتهم مكذبون بتقدم علم الله وكتابه، يعني مراتب القدر الأربع: علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة لكل موجود، ثم الخلق. هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بواحد منها لم يؤمن بالقدر، ومن كذب بواحد منها كفر. من أنكر العلم كفر، من أنكر الكتابة كفر، من أنكر الإرادة والمشيئة كفر، من أنكر الخلق كفر. فصار هؤلاء المكذبون بالقدر طائفتان. الطائفة الأولى اللي ظهروا في آخر عصر الصحابة أنكروا المرتبتين الأوليين، علم الله قالوا إن الله يعلم كل شيء حتى تقع، والكتابة قالوا إنها مكتوبة في اللوح المحفوظ، فكفرهم الصحابة، هم الذين قال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والذي كفره بن عمر لما كان في الحج وسألهم بعض كانوا مع الصحابة، كانوا في حلقات الصحابة، ولما تكلموا بهذا الكلام أنكروا عليهم، وجاء حميد الطويل وصاحبه وسألوا بن عمر أدركوه هو في الحج، قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله، فسألناه وفق لهم عبد الله بن عمر وسألوه عنه، وقال إنه أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبل أناس قبل المشرق يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستلف وجديد، لا سبق علم الله. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبروا أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحفظ ابن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا وأنفق بسن ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذاك الحديث هو الحديث في شرح مسلم، حديث عمر الطويل. فكفرهم الصحابة، يعني هؤلاء كانوا يطلبون العلم مع الصحابة، وأول من قال غيلان الدمشقي في العراق أول من تكلم في القدر. فانقرضوا وانتهوا
وظهرت الطائفة الثانية وهم المعتزلة فأثبتوا المراتب كلها، لكن أخرجوا أفعال العباد من عموم المرتبتين الأخرين، الإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، للشبهة التي عرضتهم. قالوا يقولون إن الله قدر المعاصي وعذب عليها كان ظالما، فرغم من ذلك قالوا لا، العبد هو الذي يخلق في نفسه استقلالا، حتى إذا عذب عذب على فعله. وقالوا يجب على الله أن يثيبه لأنه هو الذي أوجد فعل نفسه، فيجب على الله، يجب على الله هكذا. هذا المعتزلة المتأخرون. وما الطائفة الأولى انقرضوا، الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين العلم والمشيئة، كفرهم الصحابة وانتهوا. والطائفة الثانية المعتزلة أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة وأقروا بالمشيئة والإرادة والخلق، لكن أخرجوا أفعال العباد من عموم المرتبتين الأخرين. وأهل السنة كما سبق، فتكون أيضا في المسألة ثلاث طوائف. نعم، صلى الله عليه. وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له. لا، قبل ذلك صلى الله عليه. حتى كانوا ممثلة الأفعال، كانوا ممثلة الأفعال، هذه الطائفة الثانية، غلاتهم قبل وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. إيه، هذه الطائفة الثانية، الطائفة الثانية بعد انقراض الطائفة الأولى. الطائفة الأولى أنكروا العلم والكتابة، والثانية تحولوا إلى أن شبهوا ومثلوا بالأفعال بأفعال العباد. نعم، وضربوا له الأمثال. نعم، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال عباده. نعم، حتى كانوا ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال، ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم، بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي. وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، فالتزموا أنه لا يقدر على أن يهدي ضالا، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا عن هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد خص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك، ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق قد خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة. هذا جبرية، جبرية قالوا ليس الظلم حقيقة، ما ليس له وجود، هو المستحيل، بل كل ما يفعله الرب ما يقدر عليه لا يكون ظلما. ما هو الظلم؟ الظلم هو المستحيل الذي يدخل تحت القدرة، كالجمع بين الضدين، هذا هو الظلم. ليس يعني الظلم هو مخالفة الآمر أو تصرف مالك في غير ملكه، والله ليس في قضاء أمر ويتصرف في ملكه إذا ما في ظلم، مستحيل. والطائفة الثانية المعتزلة قالوا إن الظلم من الرب مثل الظلم من العبد، ممثلة. والطائفة الثالثة الجبرية قالوا ما الظلم مستحيل، لا يوجد، وليس له وجود، بل كل ما الرب له يتصرف بما شاء ولا يكون ظلما، لأنه يتصرف في ملكه. الظلم الذي يتصرف في غير ملكه أو فوقه آمر، والله ليس فوق آمر ويتصرف في ملكه. نعم، صلى الله عليك. إذا أمثال ذلك هذا الموضع. نعم، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، نعم، فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها. هذا قول الجبرية. نعم، الجهمية جبرية في الأفعال، جميع في الصفات جبرية في الأفعال، رئيسهم الجهم، تزعم الجبرية كما أنه تزعم عقيدة في الصفات. صلى الله عليك. نعم، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز
فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال إنه تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما، وإلا فمهما قدر وجوده في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله. فمهما قدر أو قدر وجوده، ممكن قدر وجوده في الذهن وكان وجوده ممكنا فالله والله فقادر فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله. نعم صلى الله عليك. والله قادر فليس بظالم سواء فعله ولم يفعل. وتلقى هذا القول عن هذه الطوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وربما تعلقوا بظاهر أقوال ماثورة كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما نظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية. قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم. يعني بموجب التعريف. وهذا لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذا الآن يعني من المؤلف كان يعني تعليق، قال: وهذا لا نزاع بين الإثبات فيه. نعم. فإنهم متفقون مع الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. نعم. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل. نعم. عدل فيه قضائك. نعم. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: ناشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: ناشدتك الدمشقي. الدمشقي أول من تكلم في القدر كما قال إياس. صلى الله عليك. وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: ناشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: ناشدتك الله، أترى الله يعصى قهرا؟ فكأنما ألقمه حجرا. فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، قد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات، فقال: أتراه يعصى قهرا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم القدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة فقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه، فيكون التقدير: ولا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات.
فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى تقول إنه غير مقدور ولو أراده لخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه؟ ثم أي فائدة سن الله عملك فيكون التقدير ولا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات؟ فإن مثل هذا إلى إذا لم يكن وجوده ممكنا قبل قال أهل التفسير, لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات وغيره ولا يهضم فينقص من حسناته. هذا الظلم. نعم. ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه كما تقول الجبرية. نعم. فيكون التقدير ولا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات. فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى تقول إنه غير مقدور ولو أراده لخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه؟ ولو أراده لخلق المثل كذا أو لخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن تصور خوفه حتى ينفى خوفه؟ أحسن الله إليكم. في الفتاوى الكبرى ولو أراده كخلق المثل له كخلقي المثل له بالكاف ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا؟ هذا من فتاوى هذا الفتاوى الكبرى. أحسن الله إليكم. ولو أراده خلق المثل فكيف يعقل وجوده هذا إذا لم يكن وجوده ممكن حتى يقول أنه غير مقدور؟ إذا لم يكن وجوده ممكن كيف يقال أنه غير مقدور وهو غير ممكن؟ ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن تصور خوفه حتى ينفى خوفه؟ هي العبارة فيها كذلك في مجموع الفتاوى كذلك في مجموع الفتاوى كخلق المثل له أراده كخلق المثل له كيف يعقل وجوده فضلا عن تصور خوفه؟ طيب ثم أي فائدة؟ السلام عليكم. ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن يجزى على حسناته بلا ظلم ولا هضم، فعلم أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله. المسألة الثانية: إن الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه وما يجوز منه وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فالطرف الواحد طرف القدرية، وهم الذين حجروا عليه ألا يفعل إلا ما ظنوا بعقولهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه، فإن هذا لا يقوله عاقل. لعلنا نقف على المسألة الثانية في طويلة الآن. نقف على المسألة الثانية رد على الجبرية. هل يكون كل ما قال من المقالة نعم جزء منها حق وجزء منها باطل؟ نعم. جزء منهم حق وجزء آخر باطل. أي مقالة؟ مقالة الجهمية وفي القدر ومقالة المعتزلة. كلها باطلة. مقالة باطلة. الظلم. يقول الظلم لا وجود له الجبرية. طيب. كلام الشيخ عبد الرحمن السدي على هذه المسألة ما على الجبر ما قرأناه هل أطال؟ الشيخ ابن سعدي تكلم في صفحة ونص تقريبا عن هذا. طيب كذلك ترك الحركة الاختيارية والحركة القسرية. نعم كلها يعني ترسل قادم إن شاء الله.
بإذن الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حمده، وصلى الله على محمد وعلى آله.